شوف شوف، من قبل احنا كنضاربوا كيفاش غنبداو ما عرفناش. المهم غندخلوا في صلب الموضوع. اليوم غنديروا ياسمين برانك، واحد البرانك اللي لا فيريتي خممنا فيه وبان لينا فريمون زواون، وغنستانو بدبدوب. شنو هو البرانك اللي غنديروا؟ سكو دبدوب غنخويوه، نخويوه شويه باش نخويوه بزاف باش يبقى يبان عامل. وغنخشو في ياسين ومن غتجي ياسمين غنكونو يلاه داخلين، ما عرف علاش بان ياسين كاين ولا مكاينش. نحطو دبدوب نحطو تماك، يكون جالس فراش بلاصتو ديال ديما. عم دار نوض مرة غيبدا يتحرك ياسين، غيبدا يحرك هذا غير بلا هذيك الساعة غنشوفو واش غندير. المهم بقاو معنا باش نخويو حنا ديك الساعة، نشوفو واش غنديرو. His music is saying "Fuck you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like "Q, I love you. Now let me play you some beautiful music." You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. لا بلاتي ندير شي تحدي ببجي. شحال معاك الضو ياسمين؟ تا مود ديال البرد. وراه طاحت سخونة. صافي ماشي شي سخون. اشي قلتي يا ناصر؟ كان معايا ياسمين. ما خليتيش ليا بالماء. كل شيء هذا فعلا ما كنت شيء أوري رك عارف ما عنديش ما عندي لعب سفيان وين أنا نقول لك لو كنت حلم تحك لي حلم شكرا لك مش غندير كاع مكروبيني؟ لا ولكن كان كاين شي قرعه في البيت بلا نشوف ما كايناش تحسها انا بشي جوج تروحو انا بشي جوج تروحو وخرج جيبنا انا قلبت انا سفيان واش بغات تدخلي من الطارق من الليله؟ هبطو الطوموبيل هبطو الطوموبيل باغا نبات في الليل كامل ونرد مع البال جيبو ليك هبطو في الليل في الطوموبيل كدو خيتي ولا مال والله حتى جابي الله كيتحرك يا صوفيا ماشي جابي الله شكون شكون واش كدو خيتي ولا مال واش انا قلت لك ماشي نون نوص واقسم بالله تبع ليا كيتحرك اجل الله وصافي انا دابا مابقيتش باغاه
دابا غنبقى فيه مالكم بعدا في الدار غيبقى يجيب لي الله راه كيتحس تبع عندي فيه جميدر فيه غندير و بيعو هذا جيبو ليا في الاخر بيعو ما نزغيش على الوقت سفيان راه بالي كيتحرك واش انا كدرت عليك تحرك سينا النوس النوس تيتحرك وانت بس صافي خاطري هربات منه ما بقيتش بغيته يا ربي نكون انا كنحب كنت ما قلت ما نقص هذا الشيء كنت نوض انت كيتحرك يا سمير انت تدير عليه شي بان كلشي لعيبه انا غير نوض انا نشوف واش تحرك يا نوض انت تشوف واش كيتحرك تحرك قني بالخلعه ويا هادي تاكي جيبك الله يبارك علاش انتي شو انا غنوض غنبدا نطلع لك غير انت ما كنشوفوش تحرك يلا نوض نعم امك ما غينوش انا انا هو ما يعرفش انك كنطلع لك يا اخي نعم ودابا عرفك كطلع صافي عم شوف بنكسي عارف كطلع واش كدوخ انت ولا مالك اسمي ديش غير هي اللي كتقول لي دابا سفيان الله تبارك هذا مش مبارك دابا ومزيره وكنشوف فيه ما تشوفيش فيه ولا حيت ما شفتوش تحرك جميع الله راه تحرك سمع سلام سلام بس انا غير ممكن نقول لي ماشي نجيب لك الطفل ماشي نجيب شارجر راه مو جا ما تسمعت الدار بلا ما عرفت فين درتها درتو وين سفيان والله حتى كيتحرك يا سفيان ودابا انا كنشوف فيك بلي ما كيتحركش انا نكذب عليك ودابا حيدو حيدو ياسمين بحال كتقولي لي تخديك كدوي راه شي كتقولي لي دابا ها هو علاش تونكي خلاتي هنا كاع صحنا ما عرفتش فين كنجيب هاد الصبايا صافي حيدو 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 ياسمين اريدك 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 باش نشرب لك شنو مفكر شي مال ناكلة ها شوف بزاف ما ايه ولكن راه كيبان لي كيتحرك ملي كتمشي والله حتى كيتحرك كلسي كلسي خلينا نمشي نقلب انا نبقى دايره فيديو بتليفوني نشوف يا دير فيديو ها هو ها هو ها هو اش اش هذا الفيديو هادي شتي مسكرتي ملي كيتحرك ما هو الفيديو والله حتى كيتحرك واش بغيتي تسطا نشوف ترجعني نصطيها واش لاباس يسمع شي ها 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 فيك ما شربتي شي حاجه عندك في شوف شوف ها هو شتي مش شوف شي كبير قال نسى نشوف ها هو قال شنو شتي شنو مال والله حتى كيتحرك اللوحه دابا في انستغرام قول لهم واش تحرك سيري حاس حبك مستا في انستغرام ريحي والله حتى كيتحرك اسوف بلاتي غنجيب شارجور غير ساعه ندوز اختي جيبي الشارجور انت انا نهبس والله يا غتهبطوا يا يا ما غندركش انا في الدار هبطوا هبطوا حيدوا اقص جيت غير نشوف ويقيسني كنت انا سفيان هبطوا واش الا كدوي مني تكرم لا بدا كيهرب لي هبطوا ها خلي في الطوموبيل باش بعدا اليوم في الطوموبيل حتى الغدا هبطوا دابا نهبطوا قدام الناس لازم نوض فيه جميل وانا هبطوا سفيان شو كان لي سي جيبي الشارجور سي جيبي الشارجور ديك الساعه نشوف سي جيبي الشارجور جيتي؟ لا شو هو؟ آه. هلا هبطت. فكر من كم. بتاسو فين يا راجل تخليني نبرك نرتاح ما بغيتش قادر في الخلا. وي ياسمين. والله حتى كيتحرك. صلي على النبي. والله حتى كيتحرك واش 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 دمية غتحرك بهذا المعنى دمية غتحرك والله حتى تحرك وقاسني ضربك قاسني ما فهمتش انت عادي كضربيها عادي
ومين ما كتخش انت والله ما كيبقى عاد. فهمت شنو هبطو سفيان النار دايك لما هبطو ما بغيتش شي بقى حدايا هنا في الدار ما غنعش اليوم ديروا في الطوموبيل غتفرحوا حتى نديو لا ما يمكنش انا هاد الليله ديما نعساش راه صافي دابا شفتو شحال هكا ما غتولي عندي فوبيا منه ما بقيتش بغيت نشوف اه سفيان عاد خدمي لي فين جاكيتي هو شوف انت كتير صافي حطيتيه فين الزنبيس وا ما غتمشي دابا غيتحرك عاوتاني واش مهم عليا راه شتي كطيح هنا يلا قدي قدي بعد واش نهزو الاحساس ديالك طلعت ولا تخرج مشكله قرب حدا وجهي ديال بحال كسل مشكله شي حاجه اللي كانت عاجباني دابا غنصرخو سكت سكت بيستاش 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 شي حاجه كانت عاجباني بقى فيا الحال الا خلعني ما غاديش يبقى ما غاديش يبقى عندي قلت لي صافي سير هبط وما ضحك ما والو وخسرت ليا النوسي هلو 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 الن